مشاري تدري وش احسن يوم عندي؟ ايه اللي تلبس فيه البشت في قصر، والله لا افحط برا والله والله تنطرع اربع لا يعني وش دخل الاحتفال بالتفحيط؟ ليش ابي اسوي اشياء يعني خارج على الملوف؟ ايه لو اجيب ذي عليك اوكي وانا معرس بشتي وسلامة جيب حقت النافوره ذيك اللي بوف ايه ولا اجيب نيران 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 ازفك فيها زفت النين نيران ليش؟ لا بس انك بني ادم زي زيك نحتفل فيك تحتفل فيني تولع فيني انت تخرب بيتي مو تحتفل فيني شوف شيء حلو نيران 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 وانا في ناس في الكومنت كاتبين شكلها قربت والله العظيم يا مشاري سوها والله اسوي ايش؟ والله سوى بيكون بث مباشر عبر التيك توك وعبر ام بي سي فضحتك في قلاقل لا بس الحدث ذا ما يصير مرتين ان شاء الله من الله كاتب ان شاء الله نكون فهمت كيف انا محمد نحتريك بشوتنا عند نهايه النيران وانت جينا الله يوفقنا وياكم يا حبيبي يا ود عرس هذا مشار نواف ولا اندرديكر تنتظرني بقى الله يوفقنا وياك يا ناس وصل المهر الله يوفقنا وياك ان شاء الله الله يسلمك يا مشاري عقبال ما نشوفك ونشوف عيالك ان شاء الله والموجودين عيالي وعيالك يلعبون ان شاء الله باذن الله أنا بفضل صداقتنا على المدى البعيد يا مشاي أكيد أكيد الله لا يغير عليه والله شفت الواتساب حق الوالدة حط قصيدة لك بالله حط قصيدة لي إي والله أنا طالبك يا ناس سلم لي عليها السلام الكثير أبشر والله وتقول همشاري يقول إنك أنجبتي رجل عظيم يا حبيبي يا حبيبي إي والله إن شاء الله يخليكم بعض إن شاء الله من الوالدة والوالدة والله العظيم ودي شرف لنا تبي نسوي استراحة أمهات؟ هم الحال وحنا الحال؟ هل يعني فكر فيها بفكر أكلمك إن شاء الله بالسناب يا ناس أنا بعد أكلمك إن شاء الله بالسناب والله العظيم لنا الشرف أي والله لنا الشرف والله العظيم أي والله حنا نشوفكم بعد والله لنا الشرف الله يسلمك